وفي لقاء خاص أكد عدد من المندوبين بالجامعة العربية أن وكالة أونروا لم تواجه في تاريخها منذ تأسيسها ما تواجهه اليوم من مخططات إسرائيلية تستهدف دور أونروا الإنساني والإغاثي ووجودها وكيانها وحصانتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة. الأردن دعا اليوم لعقد جلسة طارئة للمندوبين في الجامعة العربية، وذلك أولا لاعتبار كل ما يصدر عن كنيسة إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال باطل، أي قوانين تصدر عن هذا الكنيسة هي باطلة، ولذلك نحن اليوم كعرب قدمنا قرارا يؤكد على مركزية القضية الفلسطينية، يؤكد على أن كل هذه القوانين اللاشرعية التي تصدر عن كنيسة إسرائيل هي قوانين باطلة وليست لها قيمة، لأن الأونروا وهي منظمة دولية أنشئت بقرار أممي، ولذلك في هذه المنظمة لا يمكن للكنيسة أن يلغيها في قرار أو مشروع قرار أو مشروع قوانين لا تأخذ بعين الاعتبار أي شرعية لقوانين الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن. اليوم هناك موقف عربي مشترك موحد وفق خطوات عملية واضحة المعالم. الأولى ماذا سنفعل في مجلس الأمن اتجاه استهداف مؤسسة أممية، وثانيا دور الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي أنشأت وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الأونروا بموجب قرار 302 لعام 49، وكيف لدولة إسرائيل الدولة المارقة التي تتحدى القانون الدولي لاتجاه هذه المؤسسة الدولية، وكيف سينظر العالم لهذه القوانين العنصرية والغير شرعية.